عايز ابارك لمروان محسن. خش ماشي مروان محسن حبيبي حبيبي الجوليادور الهداف حبيبي الكبير حبيبي في وجود كابتن رضا. خليكم معايا، كابتن رضا معايا ان هو بيقول لكم مبروك. الله يبارك فيك حبيبي مروان، حبيبي يا امي، ربنا يخليك. مبروك يا حبيبي، واداء هايل ومحطه كانت رائعه جدا، وكابتن رضا كان مبسوط جدا جدا بيك النهارده. النهارده لا الحمد لله، الواحد كان يعني مش على كابتن رضا طبعا. ازيك يا مروان؟ الواحد ده كان مركز والله النهارده، يعني مركزين من فتره، بقالنا فتره مركزين على النهائي ده. الواحد كان يعني في اوقات ما بينامش، فده من كتر التفكير ده يعني اثر انا شويه النهارده في كمستوى مش ده الطبيعي بتاعنا. ايوه بس الحمد لله لعبنا الاخر دقيقه الحمد لله، ولعبه كانت رجاله وقدرنا يعني ناخد البطوله الحمد لله. الكابتن رضا كان لسه بيحكي لي كواليس المكالمه اللي دارت بينك وبينه. امتى؟ قريبا. فين؟ يعني انا مش انت ولا واحد امتحن؟ لا حد بيشتغل بقى. طيب قول ده، يعني دايما الكابتن رضا يعني النهارده اتكلم عليك كويس على فكره في الاستوديو واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش، قال ان هو ان انت فايق، وان انت كان دايما نصايحه ليك ان انت طول ما انت في الصندوق. احنا معانا رامي، اوعى تقفل يا رامي عشان انت حبيبي وعايزك. احنا بس بنوافق يعني بنصلح حاجه كده كانت شغاله بقالها كتير ما صدقنا جمعناهم مع بعض يا رامي. انت فاهم كابتن رضا من الناس الجميله جدا، ومروان من الناس القريبه جدا لقلبي زيك بالظبط. فالاثنين دلوقتي مع بعض ده حدث بالنسبه لي، مروان محسن وكابتن رضا بعال في وجود رامي ربيعه. تحب تقول له ايه يا كابتن رضا لمروان؟ ما يخرجش بره الصندوق. اه لان الناس عايزه الهدف الجول، مش عايزه ان انت تبقى محطه وتلعب الناس. بارك له. طب قول له مبروك. طبعا مبروك، ومن حقهم يفرحوا، ودي بطوله مش هتتكرر تاني. وانا شايف ان النادي الاهلي النهارده ما كانش كويس بس قدر يكسب. نادي الزمالك المره اللي فاتت ما كانش كويس وكسب. فالكوره بتدي للي بيجتهد. وانا شايف ان الشوط الثاني ان كان سجال بين الاهلي غير الشوط الاولاني. ايوه فالنهارده يمكن كان تركيز لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني ان هم ما يخش فيهم جون بس ممكن يخطفوا جون. ايوه وده اللي حصل. لعيبه الزمالك كانت الشوط الثاني تحديدا بتلعب ان هي خلاص ركبت الجيم من الشوط الاولاني. طيب خلينا في مروان بالاخص، لان عايز مروان عشان مروان النهارده معاك اهو بقى. مروان اخيرا بقى، ما انا بقول لك اهو خطورته مش هتبان. رامي ربيعه شاهد عليكم. خطورته مش هتبان اللي في الصندوق. تمام. لو انت اتحركت مهما اتحركت وعملت جوان مهما عملت وما جبتش جون، لانك انت راس حربه النادي الاهلي. طب وليه ما يوسعش اللي جاي من تحت يا رضا؟ وممكن ليه وليه ما تكونش تعليمات وليه ما تكونش تعليمات مدير فني؟ ليه ما يوسعش اللي جاي من تحته عشان يفضلهم يوسع كل حاجه بس ماشي. لازم يجيب جون يا كابتن. تمام كابتن مصر، انت ده راس حربه النادي الاهلي وانت اعلم مني. هنمشي هنمشي بقى يا كابتن رضا، هنمشي بشيخ بقى، وكل ننزل بشيخ كل ماتش كده نجيب. يعني لازم نبقى افرض ما جبتش جون، طب الحل ايه؟ افرض ما جابش جون هيعمل ايه؟ خلاص استنى بس. انا مروان معاك جمال عبد الحميد. يا مروان يا كابتن حبيبي، بص يا مروان، انت ممكن تقعد ماتش او اتنين ما تجيبش جوال وتوسع للي ورا، بس برضه الجماهير محتاجاك ثلاث اربع ماتشات تجيب ثلاث اربع اجوال ورا بعض، وماتشين ثلاثه ما تجيبش مفيش مشكله. احنا ما كنا بنقعد اكيد الفيرو ده طبعا. فانت انت ممكن تبقى محطه وممكن توسع للي جاي، بس برضه الناس كلها حاطه امل عليك ان انت تكون جوه ال 18. اكيد احنا اكيد وعلى فكره مروان معلش مع حضرتك كابتن جمال، يعني مروان نفسه مش هيبقى مبسوط لو كل ماتش بيوسع بس وما بيجيبش جوان. اكيد هو هدفه الاولاني ان هو يجيب جوان. ده المهم. انا قلت هنا يا مروان بعد اذنك يا مصطفى، بعد اذنك يا كابتن مصطفى. مروان انا قلت هنا في الاستوديو هنا ان انت قعدت فتره ما تجيبش جوان، قلت للمهيب مع اول هدف هتفتح معاه، وفعلا ثاني ماتش جبت هدف حصل وفتح صراحه معه. حصل يا مروان. فانت رضا قصده يقول ان مهما تعمل من تفتح للي جنبك واللي ورا وانت اللي تعمل اسيست، برضه جمهور الاهلي عايزك انت عشان انت راس حربه. طيب بس هو كان قصده كده. طيب عشان اكلم دليل يا كابتن ان كل راسات حربه اللي جت في النادي الاهلي، شوف جابوا كام اجوان في الكام موسم اللي هو لعبه. مروان جابه هيجيب لسه كمان. عايزينه عايزينه بس هو ما يبعدش عن الصندوق. عايز اقول حاجه يا كابتن رضا، بس هو يعني اما تكلمني كوره كلمني كوره، ما تكلمنيش ان انت مثلا ما اقول مثلا رضا على ده ما ينفعش يروح المنتخب، اصل ده ما ينفعش يبقى راس حربه مش عارف ايه، اصل ده فلان ما ينفعش. ايوه عشان الاهداف، ما هو اللي بينضم منتخب مصر مش لازم يكون يعني انت انت مثلا انت مثلا يعني الفتره الاخيره دي احنا قلنا ايه؟ كوكا ما يجيش ومروان اللي كان يجي. على فكره الكابتن رضا
في اخر بس عشان يعني اصلح لك، عشان ممكن مش كل حاجه بتظبط. عشان هدف الاختيارات اللي فاتت مش مشاكل، انا مش هتضايق، ما تلمني كوره انا مش هتيجي. اه مش بدل مش خلي بالك مروان محسن حاجه شخصيه يا حبيبي ماشي، احنا بنتكلم كوره. انت كنت معاك المره اللي فاتت وقلت له هو على فكره المره اللي فاتت قال كان لازم مروان يكون في المنتخب حبيبي على راسي والله بجد، ما عنديش مشاكل والله يا جدع. واخد بالك انما لو انت ما هدفتش يا مروان وخدوا اي حد بيهدف هتزعل. ما فيش مشاكل هزعل اكيد طبعا يا كابتن. هو هياخدوك ليه؟ انا بتكلم في نقطه بس يا كابتن رضا، اللي انا انت برضو ما ينفعش، هو برضو اصل مروان هو بيتاثر مش عارف ايه كلا. مش موضوع تاثير يا عم، دي كانت في الفتره اللي انت كنت ملطش فيها. ما فيش مشاكل اديك. انت شايف وجهه نظر، احنا بنلعب ازاي في المنتخب وبنلعب الكوره بنلعب ازاي. ايوه عشان انت راس حربه النادي الاهلي، هو في كام نادي اهلي في مصر؟ فانت عشان تنضم لازم اقل حاجه كل ماتش. انت لو بتنافس دلوقتي تعليمات مدير فني هتعمل ايه دلوقتي؟ اه ما هو دي بقى اللي انا بقوله. ده اللي انا تعليمات مدير فني، ما هي دي قصه كابتن رضا. يعني تعليمات مدير فني كوبر كان مش مهم عنده ان هو يجيب اجوان. انا قالها لي ايام كوبر لما كان بيلعب مروان، قال لي مش مهم عندي، هو بينفذ لي كل اللي انا عايزه. ده انا بكلم كوبر فيس تو فيس، ده اللي انا بقولته. قال لي بيعمل لي كل اللي انا عايزه 10 على 10. كان بيخرج من المباراه يقول لك مروان افضل لاعب، مع انه ولا جاب جون ولا عمل حاجه. بيتحرك صح، لانه بيتحرك صح، بيوسع لزمايله. دي وجهه نظر. انا بس بقول لله، بس انا بقول لله لله. آه. راس حربه اللي احنا عرفناه من يوم ما الكره اتلعبت، واسال الكابتن جمال اهو. انت يا كابتن جمال لما كنتش في ماتش ما تجيبش جون، ايه اللي كان بيحصل؟ ما اعرفش انا. يا رضا يا رضا في فرق يا جماعه، يا جماعه خلينا نتكلم كوره عشان نحتفل بيهم. بس نتكلم كوره لازم نقول مبروك وبعدين نتكلم. طيب نحتفل يا رامي يا جماعه، يا رامي المهم مبروك يا مروان. يا رامي 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 معانا. طيب مروان انا عايز تقول كلمه لكابتن رضا عشان نخلص المواضيع دي. تقول له ايه اللي بيضايقك وايه اللي بيحفزك. بيضايقني والله يا كابتن، انا ما عنديش مشاكل اي مدرب في مصر، اي لعيب كوره قديم، اي حد فلان لعيب كبير، ما عنديش مشاكل. كلمني كوره ما فيش مشاكل، انا ولا هزعل ولا طبعا. بيبقى لي اسره مش بتتفرج، ففي حاجات ما ينفعش يعني تتقال، وحاجات يعني انت بتتاثر بالكلام يعني. انا ما اتاثرش، لا ما اتاثرش، انا بتاثر خالص يعني. اللي في البيت بيتاثروا بالكلام يعني. اكيد طبعا اكيد طبعا، كل واحد ليه اهله وليه حاجه. احنا لازم نوضح. اصل انت نجم كبير، أنا وكابتن رضا نجم كبير، ولا اشتمه مثلا اقول حاجه انت فاهم. آه. حاجات بنوصل للمرحله دي، لا انا ما عنديش الاسلوب ده. ايوه بس انا اللي بتكلم فيه اللي هو في احترام وفي ادب ونتكلم في كوره. ايوه طب مبروك النهارده الفوز يا مروان، واعتقد محطه مهمه جدا في حياتك ان انت تاخد بطولة افريقيا مع النادي الاهلي، توصل كاس العالم للاندية. محتاجة شغل جديد، محتاجة تعب جديد. اكيد النهاردة الكواليس كانت صعبة جدا، احكي لنا عليها. والله احنا اهم حاجة كنا عند عود يعني في وعد الجمهور النادي الاهلي طبعا، واحنا الحمد لله نفذناه. كان اهم حاجة عندنا ان احنا نسعد الجمهور النهاردة، كله كان بيفكر في كده، اللي احنا لازم نجيب البطولة. اللعبة كلها كانت مركزة على كده في تمرين، وبقالنا فترة كنا كل يوم بنقعد مع بعض، فده اللي خلى المستوى النهارده شويه بعيد شويه يعني، بيروح ويجي، كانش قل فيه التركيز قل شويه. وبقول للزمالك طبعا هارد لك، لعبوا مباراه محترمه، واتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه. وانا بشكر زمايلي طبعا وجمهور النادي الاهلي العظيم على بطوله افريقيا التاسعه، وان شاء الله في مزيد يعني بطولات يعني ان شاء الله. مروان بالتوفيق، وعايز كلمه لكباتننا اللي في الاستوديو، لان الناس دي اللي بتقيمكم والناس دي اللي بتقيمك، لازم العلاقه يبقى فيها خد وهات، ولازم يبقى في احاديث بينك وبينهم يعني، لان دول نجوم كبار، واذا كان بيتكلموا بيقدموا النصيحه، وانت نجم برضو. لكن كل الاسماء اللي قاعده، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن مصر في كاس العالم، كابتن رضا عبد العال، حدوته مصر في خط النص، كابتن مصطفى يونس، ده اول واحد شال كاس افريقيا اللي انتوا شلتوها النهارده. فالناس دي اسماء كبيره جدا. انا سايب يعني المايك ليك ان انت توجه لكل واحد كلمه. لا مش هوجه، انا كمان دي كبات الكبار طبعا، انا مش هوجه حاجه طبعا. اكيد الواحد ما بيسمع وبيشوف، بس ما في نقد بقول لك اللي هو بتنقد، بتوصل لي معلومه مثلا انا باخدها مثلا، حاجه اشوف ايه ما زاد او في ايه العيوب ايه اللي ناقصني اشتغل عليه. دي حاجه تبقى حاجه كويسه بس مش اكتر. تمام. الكباتن طبعا ليهم كلمه وليهم الراي طبعا، تحترم يعني. انت لعيب كبير وبتلعب في نادي كبير، وان شاء الله القادم افضل ليك، ومحتاجينك في منتخب مصر، وان شاء الله القادم افضل ليك يا مروان. حبيبي حبيب قلبي يا مروان محسن، طبعا نجم النادي الاهلي.